سلام الله عليكم أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من حصتكم صريح جدا، عدد سنحاول فيه الوقوف على أسعار كراء الشقق هنا بولاية جيجل، وهل هي في متناول عشرات الملايين من السواح والمصطافين الزائرين للولاية؟ راني كاري دار هنا في هنا في العوانه قريبه للبحر، اقامه ومفروشه وفيها كاع متطلبات ومتوفر على كلش، ولكن الكرا شويه غالي، راهي براسك 700 النهار ولا 800 يعني ليلة. ايه نهار ليله 24 صح، مجهزه بكلش، مجهزه فيها كاع الظروف كاع اسمها متوفر على كلش، متوفر على الاواني المنزليه والكليماتيزور الماء الدوش كل شيء ما فيها خلينا نقول في اللي بلي راك فيها يعني راحه تامه، راحه والو راحه تامه، ما فيها باركينغ تحت تقاري الطوموبيل تاعك ما تكسرش راسك عليها خلاص، يعني بصراحه مقارنه الاسعار البحر 500 متر تسمى مشيه يا ربي تاع 5 دقائق 10 دقائق راك في البحر، تروح ابي ما تحتمش انك تروح بالفيكيل ولا واش هو، لو كان يزيدوا اهلنا في جيجل خاوتنا يزيدوا يساعدونا شويه. كريم العام الكريم وين كاري العام هذا؟ كريم في مزغيطان. مزغيطانه؟ نعم. شحال كاري؟ 350. 350؟ نعم. كيف تشوف فيها بصراحه؟ نورمال ريزونابل. يعني كاري 400 ميل. فيها كليماتيزور، فيها شوفو، الماء، الغاز، كلش. بالنسبه لي انا المبلغ معقول، ماشي بزاف وماشي قليل، بالنسبه للابورتمون اللي راني فيها. 350 400 دوك اصبر على لوندروا على البلاصه. تدخل للدار تلقاها اوكيبي، تلقى فيها كلش. غير جيب وشك والباك وريح، مام الناس مام لي سيتي لي ديار اللي يكريو فيهم فور. واش هو هنا في جيجل مليحه من ناحيه الاحترام، من ناحيه لا متوفر يعني كل شيء متوفر قدام البحر، يعني المتطلبات وما ديبلاسيش. انا نفضل شقق خواص خير من الفنادق، فندق يعني راح تخلص مليون وتكري غير الليله، بصح كي تخلص 500 ولا 600 في دار شقق خاصه يعني راح تريح ديجور وتعقب ايام رائعه. العقليه تاع العبد الجيجلي الهنيني ما شاء الله. والله ما شاء الله، محترمين، شخص يجاوبوك ضيافه. مكرمين ما شاء الله. بيسك بروميير فوا نجيها عجبتني، باهية ربي يبارك، ناسها كرماء، ناس طيبين. تشوف بلي بلاج بالك 30 بلاج والله. بين من زيامة العوانة. بغض النظر الطبيعة الجبال. بيان سير بيان سير بيان سير، كاين طبيعة خلابة لهنا. ناصيرة لك تشوف الحديقة زينة. اللي ما يروحش للبحر يروح للغابة. اللي ما يروحش للبحر يحب يجي للغابة لهنا يجي. ممكن اللي ما يروحش للبحر خلاص. ولي بلاج كلها راهم ارشي كومبل، يعني نقول لك صح كاينين بلاي دي بلاج ديتهم انا لا فامي تاعي ما لقيتش وين نقعد، ما لقيتش وين نقعد، سي كومبلي والناس كل ساتيسفي ما نكذبش عليك. مام البلايص ما شاء الله سما تقدر تشوف سما حوايج صح ماتيرا لهنا في جيجل من ناحيه كل شيء، يعني لا كلش غير على شاطئ البحر واحد حوالي واحد 30 متر كاري. نعم كاري. شحال كاري؟ والله 350 مليحه تشوفها معقوله؟ نورمال ما في صالح كامل المواطنين، يعني كمواطن البسيط المليح سما الكامل. كاين عند خاوص شقة؟ نعم خاوص مليحة شقة مليحة. انت كاين عند خاوص دوكا؟ بيان سور عند خاوص شقة مجهزة. مجهزة من كل شيء، كليماسيزي لي فريجيدار كل شيء سما الشومبرا السرير كلش كاين فيها سما، تراه غير باش تريح وصاي شغل في دارك. لا ربما مؤسسة وزبائن راه ما تكونش كيف كيف، والأسعار تكون في المستوى المعقول ما شاء الله، يعني مير بلاصه يعني سما اللي نلقاو فيها راحتنا حنا اللي قسنطيني نحكي علينا حنا هي جيجل، من ناحيه العباد ولا سما كالبلايص ولا البحر ولا الماكله ولا اي حاجه عندهم حوايج سما بزاف ملاح.